السلام عليكم، صباح الخير ولا مساء الخير فيما كنتو. ان شاء الله اليوم غنخدمو الجسم ديالنا كامل، غنستعملو الويت. الا ما عندكش ماشي مشكل، تقديدي معايا الحركات كلهم بلا ويت. يلا بقاو معايا بعد قليل. دابا غنبداو التسخينات، ما غنديرو لا تنقاص لا والو، كلشي غيكون للجميع، يعني كلشي غيقدر يدير هاد الحركات. دابا نتحركو في بلاصتنا وفي نفس الوقت يدينا غنجيبوها عندنا وغنسرحوها اللور. دابا غنديرو دورة دائرية نفسو وفي نفس الوقت كنتمشاو. دورة دائرية، هادو كيخدمو بزاف من الناس اللي عندهم مشكلة ترهلات اليدين. حركات سهلة وبسيطة جدا، كل شي يقدر يديرها. أربعة، ثلاثة، جوج، واحد. دابا غنمشيو الاتجاه المعاكس. دابا غنخدمو الكاف ماسو. أربعة، ثلاثة، جوج، واحد. دابا غنديرو الني ولا ركبة، هاي نيز، الماريفيكيشن ديالها. modification to jump and jacks. بعد تمشاو نحاولو نرجلو
رجلينا من الأرض وغنحاولو نزيدو في السرعة في كل حركة. أربعة، ثلاثة، جوج، واحد. اوكي، دابا غنديرو الجروب الاولاني. كل جروب غندير فيه ثلاثه الحركات، وكل حركه غنعاودها ثلاثه الخطرات. سو باش الماسل ديالنا كيخدم ولا العضله ديالنا تتخدم. الحركه الاولى، هامرز، تقدي دير الحركات بلا ويت، يعني بلا وزن. دابا غندي يدينا نيشان ونرجعو. ما تمشيش بالزربة، بشوية وهبط، خلي الجرافيتي الجاذبيات هي اللي تهبط يديك. جوج، last one، biceps curls، اوكي. غنرتاح 5 ثواني وغنعاودو نفس الحركات اللي درنا. نخليكم مع الحركات.
اوكي دابا هاد الحركه اللي غنديرو مواليه ومن بعد غنديرو لانجز وان بولز ومن بعد مع سكواتيرز رجلينا غتكون نيشان. هادو هما الحركات ديال الجروب تاني. غنديرو رجلين بجوج قبل بين لكم رجل واحدة ولكن هما غنديرو رجلين بجوج نخليكم
الموالية دابا غنعسو في الأرض وغنخدمو chest يعني الصدر واليدين. رجليك كيما بغيتي ديرهم، تقدر ديري لهم هكا، تقدر تسرحيهم في الارض. الحركة الموالية ندفع الفوق، الحارات كلهم كيخدموا صدر يعني chest. دابا غنخدمو مؤخرة، اوكي بقاو مع الفيديو كملوه حتى الاخر.
دابا غنديرو في ستريتشين. نتمنى هاد الفيديو عجبكم ونتمنى ديروه. يلا تهلاو في راسكم وما تساليوش اللي عجبكم المحتوى، ما تنساوش بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم وشاركي معايا في القناة. باي باي، كنبغيكم بزاف.